عم تدعي في الاستوديو. يا رب يا رب ان شاء الله الاهلي او اي نادي عربي يكون موجود كمان في المباراه النهائيه، مش عايزين بس نصف النهائي، لا عايزين نوصل للمباراه النهائيه، واعتقد ان سقف الطموحات مرتفع عند كل يعني الفرق العربيه. كبيره بنادي الاهلي اكيد. الاهلي دايما من الحاجات الحلوه في النادي الاهلي وفي جماهيره وفي لعيبته، انا اتذكر النسخه الماضيه اللي كانت في ابو ظبي في الامارات الكل كان بيقول الاهلي هيخسر من اول مباراه، وحتى مباراه الهلال السعودي كان الكل بيقول الاهلي هيخسر بنتيجه كام، لان كان لعيبه النادي الاهلي اللعيبه الدوليين موجودين مع منتخب مصر في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي كانت في الكاميرون، وحصلت مشاكل كتيره جدا ولم يتمكن اللعيبه من اللحاق بالفريق وخوض مباريات صعبه جدا، لكن بشخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي وطموح النادي الاهلي اللي زيه زي الوداد المغربي كمان عنده نفس الطموح وعنده سلاح الجمهور، فالشخصيه دي والطموح ده بيخلينا ان احنا دايما متفائلين، بنقول يا رب ليه لا نلعب مع ريال مدريد ونفوز على ريال مدريد كمان في كل مره بنواجه فيها بطل اوروبا. دايما الجماهير البعض بيقول لا المهم هتكون صعبه، لكن الكل بيقول هيجي اليوم اللي هنوصل فيه للنهائي وهنفوز فيه بلقب البطوله، ويا رب ان شاء الله يكون المغرب فأل الخير سواء بقى على الاهلي او على الوداد او حتى الهلال السعودي ان شاء الله. نعم كما يقال يعني الاهلي بمن حضر.